الوتر 3 ركعات بتشهد واحدة منهم. لا بأس الوتر ب3 ركعات بتشهد واحد لا بأس به. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر ب3 عليه الصلاة والسلام.